نصيحة لوجه الله، اوعى يكون اكلك كله حمضي. وده انا اعرفها ازاي؟ سهلة. اهلا بيكو في تكتوكاية حكاية مع دكتور باسم ايوب. اعرف ازاي اصلا ان اكل حمضي ويفرق معايا ان هو حمضي ولا قلوي؟ ليه؟ لا ده يفرق مع حضرتك قوي. الجسم بتاعنا كل ما يبقى قلوي اكتر شوية، مش بطريقة مش طبيعية، يعني بطريقة طبيعية مرغوبة في جسمنا، بتقل الحصاوي، بتقل امراض الكلى، قطار العمر اللي بيمشي بسرعة وبيعجز بخلايانا بيبقى سرعته أهدى شوية في تعجيز هذه الخلايا. وشوفوا دي السرطانات كتير منها بيحب الوسط الحمضي، ولما بتدي وسط قلوي بتقل سرطانات كتيرة. طب ازاي نخلي دمنا أقل في الحمضية وأكتر في القلوية؟ مبدئيا المية الكتير، خصوصا لو مية مش حمضية، مية البي اتش بتاعها، درجة حموضتها او هنقول قلويتها مظبوطة، ده نمرة واحد. بس عارف الاهم من كده ايه؟ الاهم من كده ان ما يبقاش اكلك كله الاتي: فراخ ولحمة والبان وبيض، وفوقهم مش تحتهم الاسماك. يا دكتور ده انت، ده الاكل بتاعنا كله. وليه ده الاكل كله؟ هو فين الخضار والكوسة والفول والبطاطس والمكسرات؟ وفين الكلام ده كله في اكلنا؟ ليه اكلنا بقى بناكل كأني ذئاب جائعة؟ ليه بناكل زي الاسود؟ لان هو ده المفروض. لا، مين قال كده؟ الابحاث دلوقتي ورت ان عموما كل ما يزيد اكلك النباتي تتحسن خلاياك، تقل سرطاناتك، تقل حصويك، تقل حموضة البول. طب وايه علاقة حموضة البول وحموضة الدم بالحصاوي بأمراض الكلى؟ أولا اللحوم مبدئيا بتسرع أمراض الكلى. ده ممكن ما يبقاش هيجيلك أمراض كلى أصلا لو دمك حمضي على طول بسبب اللحوم. بيحصل نوع من أنواع التعويض، بما إن الأكل حمضي نطلع أمونيا كتير قوي على طول، الأمونيا دي بتسمم الكلاوي. وبعدين حموضة البول أصلا زي ما تقول مادة خصبة لترسيب الحصاوي بمختلف أنواعها، الكالسيوم أوكسالات واليوريك أسيد اللي هو حاجة تبع النقرس. طيب نحلها إزاي؟ ما أنا لسه قايل قللوا الفراخ، قللوا اللحمة. يعني قللها كام مرة في اليوم؟ لأ، مرة في الأسبوع تاكل لحمة، مرة في الأسبوع تاكل فراخ، وتبقى نوعيات كويسة. ممكن البيض مرتين ثلاثة في الأسبوع، ونقلل الألبان، ويبقى معظم أكلنا خضار وفاكهة وبقوليات. تكتوكاية ولا مش تكتوكاية؟